يا مساء الخير عليكم. النهارده حلقتنا هتكون متميزه جدا علشان مطبخك يهمنا ويهم مطبخك دايما بيهمنا احنا، لكن احنا بنهتم بكل تفاصيلك. لكن النهارده معانا شاب شيف، طبعا احنا لازم نشجع كل الشباب، وحلقتنا النهارده متميزه. معانا الشيف محمد احمد الشهير ببوتشر. منورنا يا شيف أنا محمد، سلام بحضرتك. بجد منورك، أنا وانا سلام بشكرك حضرتك. جدا جدا ان انت النهارده شرفتنا. ربنا وحلقتنا يخليك. النهارده يا جماعه هتكون كلها مطبخ، هنعلمك كل مصنعات اللحوم إن شاء الله النهارده. نفيد الناس بحاجات كويسة ان شاء الله وحاجات نظيفة جدا وتعجبهم إن شاء الله. ان شاء الله. اولا يا محمد، انا عرفت ان انت الشهير محمد بوتشر. أيوه، ده اسمه بوتشر. ده اسم عشان بوتشر يعني جزار بس بالإنجليزي. أنا الاسم بتاعي المفروض محمد الجزار، في استاذه ليا غاليه الشهرة. عليا، كنت باخد معاها درس اسمها ميس دعاء، هي اللي سمتني الاسم بوتشر ده، واسم بوتشر ده مشي معايا جوه مصر وبره مصر، يعني حتى الفتره حلو، اللي عشت بيها بره مصر خلينا الحمد لله ببوتشر على هو طول. اتشهرت ببوتشر. طيب، طبعا انا بحييك جدا ان انت شاب، عملت مستقبل لنفسك، الحمد لله عملت الحمد لله مطعم الحمد لله وجزاره في نفس الوقت، الحمد لله. وسميتها اسم غريب قوي، دلع كرشك. دلع كرشك دي. الحقيقه غريب قوي. دلع كرشك هو جاي مع ناس كتير وفي ناس كتير منتقده معاه، فانا اللي احب اقوله في البرنامج النهارده الناس اللي منتقده مع اسم دلع كرشك، انا مش بدلع الكرش اللي هو عامل كده، ايوه، دي مش طريقتي. ده كرش انا بتكلم عن الكرش اللي هو المعدة. في كل كائن حي بياكل، اي حد بياكل ويشرب عنده امعاء غليظه وامعاء دقيقه وعنده كرش. انا بدلع الكرش الصغنون ده ايا كان طب اللي يلا هو عامل دلعنا كده بقى باطن. النهارده، عايزين تمام، ندلع كرشنا النهارده، بسم الله هنعمل الرحمن ايه؟ الرحيم. هنبدا النهارده بسجق، ده سجق ايه بلدي معانا من دلع كرشك. تمام، عباره عن لحمه، واخد الكيلو ربع كيلو بوش. تمام، 100 جرام فيل صويا، بيديله تيست عالي وبيخدمه برده في امتص الدون. انا دايما بنقلل الدون عشان خاطر انا في فكره عايز اقولها للناس واقولها برده للناس الشيفات صحابي المحترمين اللي هم اصحاب المحلات، اللي هو يتعامل مع المصنعات دي انها حاجه وعايز يقدم للناس ياكلها حاجه كويسه، مش ان انا الم معلش حاجه المحل احطها في قلب ده، لا، حاجه المحل دي تتلم بتروح لناس معينه. وممكن هي ممكن ست البيت تعمل ده ممكن في طبعا، بيتها سهل عادي. جدا سهل جدا الموضوع، سهل. انت بتروح عند الجزار ايا جزار سي، تجيب اللحمه المفرومه، نقول لك على الطريقه بتاعتها دلوقتي وهنعملها قدام الناس. عمل ايه طب معانا هنا؟ قول طبعا لنا دي الاول امعاء، ده ايه بقى؟ دي امعاء، امعاء ايه؟ امعاء خروف خروف. متنضفه جدا ومغسوله بملح زي ما حضرتك شايفه كده. تمام، طبعا ست البيت ممكن تجيبها هي موجوده متنضفه، متوفره يعني متوفره متنضفه تجيبها من متوفره. الجزار. دي طبعا معانا تمام. لحمه السجق، هنبدا ان احنا نحطها في الماكينه بتاعتنا. احنا النهارده بنعمل لك سجق بلدي في بيتك، علشان احنا زي ما عودناك ان جزارك في بيتك، فحلقتنا النهارده هتكون هنعمل لك سجق وهنعمل لك همبرجر وهنعمل لك كل حاجه احنا بنحبها بره. احنا واقفين في محل جزار. ايوه، محل جزار بالظبط. قلت له حضرتك واقف في محل جزار. انتوا عودتوني ان انا انا بعمل بقى واقفه كده في محل على فكره، جزاره. يعني لما استاذ محمد ان شاء الله يعرض لنا الصور هتلاقي في صور ليا انا بقف اشتغل كده قدام الناس، بحب الناس تشوف انا بعمل ايه. انا عرفت يا محمد ان انت واخد ما شاء الله شهادات. الحمد لله انا واخد كورسات بره مصر، واخد كورس اسمه سوبر فايزر كورس، واخد 3 ليفينات في جوده وسلامه الطعام المملكه العربيه السعوديه. الشهادات دي برضك موجوده عند استاذ محمد. معلش بقلمك بس نبدأ نقفل الدنيا معاه كده عشان خاطر ايه. دي المكنة دي بتبقى عند الجزار ولا عند انا؟ لو الست البيت هتستخدمها ممكن تستخدمها في قمع عادي، يعني هو قمع يكمل معاك الكلام. ماشي ماشي. يعني ممكن المكنة دي بوتشر تبقى في البيت عادي في ولا ايه؟ مكاين نزلت اصلا شركات محترمه نزلت مكاين زي الخلاط وزي الكلام ده بتستخدم ماشي. في مكبس سجق. دي شهادتك يا محمد؟ ايوه. دي الشهاده بتاعت شهادتك اللي على المملكه الهوا دي. العربيه السعوديه. ما شاء الله الحمد لله خدت فيها 3 ليفينات. دي جودة سلامة الطعام طبعا. احنا طبعا يا جماعة بنقدم لكم في بنات حواء يعني شيفات متميزة جدا ومتمكنة في شغلها، علشان نفيدك ونفيد اسرتك. ده طبعا عشان ده طبعا بنهتم بقى في بيكي. صعوبه جدا مع حوار الكلابس، فاحنا بنقلع في ارضه واحده. خلاص ماشي. يعني مفيش شيف جزار في مصر يعرف يشتغل بيه هو الكلابس، بس انا الحمد لله بقدر اشتغل بيه في ارضه واحده. ما شاء الله. قول لي كده، انت كنت بتقول ايه؟ في مكان ممكن انا اجيبه في البيت؟ متوفره، مكنه صغيره. متوفره بقوشاش اللي هي فرامه، يعني زي الفرامه بالظبط، متوفره بكلابس، متوفره بالمكبس بتاعها، قوشاش كتير يعني.
انت قلت دي ايه؟ امعاء ايه؟ دي امعاء. انا ببدا دكيك اهو. طبعا زيت البيت عشان انا بعمل امعاء ايه؟ الخروف؟ اه طبعا. اه يعني عندي خروف عندي جدي عادي اهدي لي امعاء. بس لا بيتشال منها طبقه، لازم حد خبره ان هو يشيل منها الطبقه، تتمسك بحاجه كده تبدا تسحبي بيها كانك بتنضفي الممبار العادي. اصل احنا في العيد ما ممكن بندبح وبنرمي الحاجات دي، ما بنعرفش نعمل ايه. لازم نستفيد بيها. اه فاحنا احنا في بنات حواء بنستفيد من كل حاجه تعمليها. بصوا بص الحركه بيعمل ازاي. اه بتدككها كده في نيجي في الاول هنا بنقوم رابطين كده عقده جميله كده. ايوه تمام تمام نبدا ننزل في السوق. المشكله ان الترابيزه مش ماسكه المكبس كويس. بس انا الصراحه طب انا ممكن امسك لك انا ده وانت امسك المكنه. لازم اللي يمسك اللي يمسك الاثنين على قد يعني الحركه. يعني ما تمسك انت المكنه؟ هم الحركتين. لا انت الله اكبر هم تمكن. اه اسند انت هي المكنه بس عشان مش مربوطه كويس في الترابيزه. مفيش حرف. مفيش حرف. بس معلش ممكن حضرتك تساعديني تمسكي المكنه نفسها. امسكها من هنا؟ اه ماشي. انا ممكن امسكها لك كده؟ امسك المكنه نفسها بس. كده؟ ايوه. المكنه جامده فعلا. لو مربوطه مش هيبقى في الكلام ده خالص. تمام حلو قوي. الموضوع سهل خالص. السجق في بيتك. عملنا لك السجق في بيتك اهو ما شاء الله. ولا بنحط عليه الوان طبيعيه ولا بنحط الكلام ده كله. طبيعي جدا فعلا. تمام بس كده. خلاص؟ تمام. عشان المكنه بس اللي عامله المشكله دي. برضو تربط الحته الاخيره دي؟ ايوه ده حبل السجق بتاعنا. الله ده الموضوع سهل قوي يا بوتشر. نمسك دي كده. نمسك دي كده. حط دي على دي تمام. ايه صدق انا كنت بشوف ده معرفش انا بتعملها الحركه دي ازاي. لا تاني تاني ايه ده ايه ده. لا 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 لازم ما يمكن. اي دي واحده. ايوه حط دي عليها كده. ايوه خدها من تحت اتكينا لف بس كده. الله ده الموضوع سهل قوي قوي. سهل وبسيط خالص. سهل جدا. طب انا بعد ما اعمل ده اعمل على طول ولا لا لازم ارتاح شويه اخش الثلاجه. بتشوف الجزار كده بيبقى حاطط لنا. في ناس غريبه جدا جات لي ومعلق بتقول لي ان الجزار بيقول لهم حط السجق في ميه سخنه. ده غلط طبعا ما يعملوش كده. مش عايز اي حد يسمع الكلام ده. وبيقول له كده عشان خاطر السجق يمسك في دونه. فانت بلاش تتعاملي معاه احسن. ده السجق بتاعنا. لا معلش قولي المعلومه دي تاني. إيه؟ السجق ده في جزار لما الجزار يقول لي ايه؟ لما الجزار يقول لحضرتك حطيه في ميه سخنه قبل ما تعمليه. اه فهو بيقول لك كده عشان الدهون اللي فيه ما تسيحش. معنى كده ان هو رافع نسبه الدهون في المنتج. احنا في بنات حواء بنجيب لكم اللي بيقولوك على المعلومات تفاصيل. والتفاصيل اللي انت تقدري تعرفي ان الحاجه دي كويسه ولا لا. انا بعاني ده اللي احنا عملناه. طبعا ده اللي احنا عملناه. هنبدا نصور منه برضك. تمام معانا برضك حاجه جديده جدا النهارده. معانا برجر بالمنزاريلا. اه انا هسوي. انا هتسوي معلش قول لي قول لي احنا ما قلناش نسيبه قد ايه يعني. انا ممكن اعلقه في البيت عادي. اه لو اتعلق في البيت بس يصفي عشان احنا خاطر لازم الواحد يخلي العجينه بتاعته نفسها فيها نسبه لباني كده عشان خاطر يمشي في المكنه. عشان ينشف ما يمشيش بصعوبه في المكنه. وينشف يبقى كده يعني. ده نوع من الشفر. يعني احنا بنشوف الجزار بيبقى معلقه. ما هو التعليق ده احنا بنستخدم الحاجات دي غلط. اه بره مصر الناس بتعلق ده. هنحط زيت ولا ساعة حاجه ساعه او ساعتين. اه في الزبده معانا. زبده؟ اه ايه ده احنا على طول بنعمله بزيت. لا سنة زيت صغيرة بتديله تيست أعلى من الزيت خالص. دي معلومة جديدة بقى. دي معلومة جديدة. اعملي سجق بالزبدة مش بالزيت. كده؟ قطعة بس كده. دي أول مرة نعرفها موضوع الزبدة ده خالص. جربي كده. حضرتك طبعا هتدوقي هتشوفي التيست هيبقى عامل ازاي معاكي. أنا هدوق وهسوي وهدوق النهاردة الحلقة كلها معاكم. ومش هسيبكم لما ادوق النهارده عشان انتم امبارح ما خليتونيش ادوق اي حاجه. نقطعه كده معانا كويس. طبعا انت جايب جاهز. اه ده اللي انا منشره ومنشفه المفروض. بص عليك بيطلع معاك عامل ازاي. اه بصوا بقى يا جماعه الفرق ده. انا من الناس اللي بتشتغل بخلي البهار بتاعي دايما قليل دايما قليل. ليه البهار بتاعي؟ عشان انا ما بحطش حاجه فيها مشكله. ما بديش للكاستمر حاجه فيها مشكله. نحط كل اكل كويس. البصل ينزل. بصل؟ ايوه هو كله في الاخر هيبقى توتال واحد. نبدا نقلب. ماشي حطينا حته زبده حطينا البصل. تمام ده كده مبلين السجق. نشتغل في حاجه ثانيه على ما يستوي. اه ماشي هنعمل ايه تاني؟ هنشتغل في البرجر. البرجر بالموزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بص حضرتك هديكي معلومه كويسه قوي عن البرجر. البرجر عشان في ناس برضو كتير ما عندهاش المعلومات دي، المعلومات دي غايبه عن ناس كتير. البرجر الستاندر بتاعه من 80 ل 120 جرام، ما ينفعش يزيد عن كده. الستاندر بتاع البرجر من 80 ل 120 جرام، ما ينفعش يزيد عن كده. الناس اللي بتعمل البرجرية الحجم بتاعه الوزن بتاعه في ناس بتعمل برجرية 30 جرام و40 جرام والكلام ده ما ينفعش، تنشف مع الزبون، بيروح البيت يلاقي قد كده، فبيكره البرجر البلدي. هنا هنعمل برجر عشان البرجر بتاعنا مختلف شويه. هناخد قطعه مثلا زي دي كده 50 جرام. طب في حاجه يا بوتشر، احنا دلوقتي ممكن نجيب البرجر ونحطه كده على النار بحيث ان هو غير ان هو بيكش بينشف، عشان بيبقى فيه نسبه دسم عاليه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللي انا بتكلم يعني السمنه بتنزل منه. انا اللي انا بكلم اخواتي فيه دلوقتي، اخواتي اللي هم الشيفات والناس الجزارين، تمام، ان هو ما يستخدمش الحاجه دي كماده بيلم فيها حاجه المحل. لا انا استخدمها ان انا حطينا كده الفلفل الالوان، فلفل الالوان الفلفل وال... تستعري قوي على فكره، ومش اي حد بيحب يشتغل بيه. ايه هو الفلفل الالوان ده؟ احنا مميزين، احنا لازم نعمل فلفل الالوان. ادي الموتزاريلا معانا اهي، الموتزاريلا لو حضرتك تلاحظي بتبقى داخل. ايه ده، انت ايه ده، ايه ده، استنى استنى، انت بتجري ليه كده؟ مش بجري. لا وريني. معاكي واحده واحده. احنا البرجر لسه هنعمل اكتر من واحده. من بره من بره لحمه ومن جوه موتزاريلا، بحيث التيست موتزاريلا يبقى جوه البرجر. انا بسوي بقطع كده بطلع شكلها حلو وتستاهل عالي جدا. دي حاجه جديده بقى، دي اشتغلناها الحمد لله في السعوديه وجت مع الناس كويس. حلو قوي زي كده. طب معلش يا بوتشر، قول لي كده، انا شايفه اللحمه حمراء قوي. عشان اللحمه انا زي ما بقول لحضرتك نسبه الدهون بتاعتها 10%، انا مش عايز اكسب من الزبون كتير، انا بعمل حاجه كويسه عايز اوصلها للناس. بعد كده هبدا اكسب. يعني كيلو السجق بتاعي انا ببيعه في دلع كرشك ب 70 جنيه، انت مجنون؟ لا ب 70 جنيه. انت بتدلع قوي كرشك؟ لا يعني انا ببيعه ب 70 جنيه، هو واقف عليا ب 70 جنيه. طب انا كسبت ايه؟ لا كسبت ثقه الزبون. كسبت اما حد بيقول الله يبارك لك السجق عجبني جدا، ما عملش دهون كالعاده. تمام. ده مكبس البرجر بتاعنا، متوفر في دلع كرشك ومتوفر في اماكن كتير، سعره رخيص جدا. ده ب 150 جنيه تقريبا. طب انا لو ما عنديش انا المكبس ده، ممكن تستخدم اي كوبايه الكلام ده؟ كوبايه. الست المصريه، الست المصريه ما بتغلبش يا باشا. احنا يعني بنعمل اي حاجه، بنخترع اي حاجه. حلو قوي يا بوتشر، تطلع معانا بالشكل ده تحفه وجديد. يعني انت احنا متعودين احنا بنحط الموتزاريلا فوق او الجبنه. لا هو ده الجديد بقى، ان انت بتاكلي تيست الحاجه. ده الجديد، انت بتاكلي تيست الحاجه في قلب المكان نفسه ما شاء الله، وفي قلب البرجر. خليها على الكيس، مفيش مشكله، معانا كيس تاني. طب قول لي بوتشر، انت مطعم وجزار في نفس الوقت ان شاء الله. يعني انت دلوقتي انا رايحه لك عايزه اكل مثلا همبرجر، سندوتشات همبرجر، او عايزك ليه ناي، عايزك ليه مستوي او موفره، بتجيب قدامي الحاجه وتعملها قدامك، تعملها من البدايه. لايف من البدايه، من البدايه ما شاء الله. بيبقى عندي في زبائن كتير الحمد لله، في ثقه بينا. بيبقى متعود على حاجه بوتشر ايه، بيخش بياخد الحاجه. انا عايز اوديك اقول لحضرتك معلومه على الهوا برضك. انا في دلع كرشك ببيع السجق وببيع البرجر وببيع الكفته مجمدين، متجمدين، عشان دي ماده مصنعه. الماده المصنعه دي خلاص الكواليتي بتاعها عدت على مكانتين، الكواليتي بتاعها خف، سهل جدا ان البكتيريا تخترقها. تمام. فمعظم اللي بيحب السجق ومعظم اللي بيحب البرجر ومعظم اللي بيحب الحاجات دي اطفال. فالبكتيريا تاثر جدا مع طفل، مع ست حامل، مع راجل كبير، مع ست كبيره، لو كان من الاكل ده يجيله حاله تسمم على طول. فاحنا بنبيعه مجمد يعني كده بنحافظ عليه. والزبون اللي فاهم الكلام ده يعني الحمد لله معايا كاستمر كتير فاهم. طب بص يا بوتشر كده، انا دلوقتي حاطه موتزاريلا. طب ينفع نعمل تيست تاني غير الموتزاريلا ولا هو ده؟ هو انا جربتها بالرومي بس خدت اراء، يعني عملت قبل كده برجر بالرومي كانتش حلوه، خد اراء مع الناس. مش كل الناس قلبي مش ايه مش كل الناس حبته. في حاجه جامده جدا انا بخترعها، تمام، اسمه حواوشي قنبله. ده متوفر عندنا في دلع كرشك برضو. ده ايه ده؟ الحواوشي ده عباره عن لحمه حواوشي، بياخد طبقه جبنه موتزاريلا، بياخد زيتون شرايح اخضر، مش كنا عملنا بياخد فلفل، كنا عملنا كفته الاول قبل يا باشا. كل حاجه هتخلص ان شاء الله على طول. والبرجر الجامبو معانا، بصي شكله عامل ازاي. تحفه، وري لهم كده. دي البرجريه بتاعتنا. ايه دي برجريه يا جماعه بالمونزاريلا لاول مره في مصر. استنى شويه، خليها شويه، دلع كرشك كده للساده المشاهدين.
بص يا جماعه، احنا بنقدم في بنات حوا ومطبخ بنات حوا كل حاجه تعمليها في بيتك بامان، بنظافه، وتكوني ضامنه ان الحاجه كويسه لاولادك. ده الاختلاف فعلا، ان احنا لازم ندور اللحوم دي. خلي بالك يعني ماده من المواد اللي صعبه ان انت تحصلي عليها نظيفه، فمش اي مكان الواحد بيثق فيه، ومش اي مكان الواحد بيخش ياخد منه، ومش اي حد بياكل منه لحمه. دي بتبقى راحه نفسيه طبعا، خلي بالك، زي بالذات المحل انت بتحبي تشتري منه اللحوم لبس. والدواجن تمام، لازم كل ست بيت ان هي ورونا بقى الصور، عايزين نشوف دلع كرشه. دلعونا بقى. الله، ده اخواتي الصغيرين ما طبعا، شاء الله. ده الفريق بتاعي اللي انا شغال بيهم. ده محل دلع كرشك يا جماعه. هو طبعا دلع كرشك دي يعني ده مسمى. احط السجق يا محمد؟ خلاص كده ممكن ولا ايه؟ ننزل بالسجق، مش مشكله، ونبدا نقلب معاه. يعني هو اسمه فاني، يعني انا اروح المحل عشان ادلع كرشك، لو يعني ادلع بطني يعني. كومنت تاني هو اسمه سيب الدلع علينا. وبعدين كمان ايوه. ده بقيت دلع كرشك، ده بقيت الكلمه، اللوجو بتاعنا. دلع كرشك موجود على المنيو، وسيب الدلع علينا. ايوه. بص السجق بقى معاكي ازاي، ولا بيسلي، هيبدا يغير لونه. قلبي بس عشان يغير لونه معاكي. بس مفيش بقى ان هو يسلي دهن، مفيش الكلام ده طبعا. حضرتك لكن انا ما ينفعش يا محمد احط السجق الاول وبعدين احط البتاع ده عليه؟ لا، دي كل شوفوا عادي، بس ده سجق اسكندراني. انا بشتغله بالطريقه دي. كل حد ليه طريقه، كل واحد ليه طريقه. انا بحب الخضار مستوي وانا باكله، تيستو بقى اعلى. انت بتحب المستوي، انا ما بحبش المستوي. خلاص يبقى انت تنزلي، كنت قول لي بقى تنزلي السجق الاول. نعمل عادي. كنت قول لي هنعمل. وده لوجو دلع كرشك. سيب الدلع علينا تحتيها على طول. بجد يا جماعه والله، يعني انا ريحه، تعالوا هنا وشموا، انا مش قادر، انا جعت. الناس لو هنا هتشم ريحه طبعا معانا. محدش. والله انتوا بصوا، اظن المصورين هتتجننوا دلوقتي، ولا انتوا صايمين؟ ان في ناس صايمه معانا في الاستوديو يا جماعه، بنحييهم طبعا. كل سنه وانتوا طيبين يا جماعه، وان شاء الله يعني رمضان يكون خير وبركه لينا، ويكون يعني ايه؟ تمام، ويكون سنه سعيده علينا ان شاء الله. واي حد عايز يدلع كرشه في رمضان والله. احنا تحت امر اي حد في دلع كرش، وفي خدمة توصيل لجميع الأماكن على فكرة. أيوة، دي أحلى حاجة على فكرة. حبيتي بوفتيك مكان يكون مضمون. الحمد لله، وأنا أبقى مطمنة إن أنا جايبة حاجات من مكان أنا عارفة مصدره إيه. الفكرة اللي إحنا بنختلف فيها عن بقية الناس، الحمد لله بفضل الله عليا، إن إحنا دارسين واشتغلنا مع ناس الحمد لله في الشغلانة دي ليهم اسم كبير. في شركة باندا طبعا في السعودية، اخواتي وحبايبي هناك كلهم ناس استفدنا منهم كتير. هو احنا بنقدم يا جماعه كل حاجه تخصك علشان تستفيدي بيها، وكمان بنجيب لك شيفات متميزه جدا. ننزل صينيه البرجر على النار. هتعمل ايه؟ هننزل البرجر. هتحط الصينيه على النار؟ صينيه. هو ايه ده، احنا مش هنحطه على إيه؟ ولا هنعمله في الصينيه؟ هنعمله في الطاسه نفسها، اتفقنا، مفيش مشكله. يعني ممكن نعمل كده؟ يعني نعمل زي ما احنا ما بنعمل عادي في البيت، ولا ايه ظروفك انت؟ انا شايف حاجات جديده انت بتعملها. الموضوع يبقى اكن في البيت، عشان احنا نوصل الناس. انا ممكن اجيب جريل معايا ونعمل ده كله على الجريل. السجق كده المفروض ان هو ايه؟ اتشوح صح؟ هنبدا ان احنا عايزينه دلوقتي يستوي معانا على البخار بتاعه. يستوي على البخار. كده. ممكن ننقله على حاجه واطيه لو في، يعني ما نفضلش نقعد نقلب وهو هيستوي. لا هو هيستوي، نسويه من البخار. بس السجق جواه زيت الكل، جواه لحمه مفرومه. طيب احنا ممكن نحط ده يعني السجق نفسه جواه لحمه مفرومه. طبعا النهارده حلقتنا متميزه جدا جدا، علشان انت بتحب المطبخ وتحب تقدمي حاجات متميزه لاولادك، فعملنا لك النهارده الحلقه كلها مصنعات لحوم. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. برضو زبده، برضو زبده. ايه ده، انا بحب اشتغل بالزبده، وافضل الزبده عن الزيت في حاجات كتير. طب انت برضو في المطعم بتشتغل بالزبده كده، بتعمل للناس بالزبده؟ طبعا، لو حد جالي مثلا مش عايز اكل بالزبده مش هاكله بالزبده. يعني مش اجباري طبعا، يعني مفيش حاجه عندي اجباري. تمام. انا هنحط ايه، البرجر؟ ماشي، بس تسيح الزبده شويه. ماشي، دايما دي
هنعمل ايه؟ ننزل البرجر يستوي وبعد كده هنخش وهنعمل ايه كمان؟ نخش في الجديد. هنعمل الكفته. في لحمه تاني نعمل بيها بقيه السجق ده؟ في ده اه في، بس هي المشكله كلها في المكبس، مش مربوط كويس. المكبس مربوط كويس نمسكه ونعمله، اقدر اتحكم فيه كويس. قول لنا كده. طبعا انا هعمل شباك كفته عادي جدا زي الناس كلها بتعمله. الكفته معايا. طب بص يا محمد، خلينا بس نكمل موضوع البرجر ده. انت كنت بتقول اللحمه نسبه الدسم بتاعها تبقى قد ايه؟ نسبه الدسم في البرجر بالذات اقل نسبه 10%. 10%. البرجر من المنتجات معانا اللي هو بيحب يبقى احمر عشان ما يعملش دهون كتير. وبعدين اللي هو ايه بقى؟ لحمه ايه؟ حته لحمه من وش الفرده، من ظهر الفرده، حته لحمه حمراء من الرقبه. وفي حاجه برضك في البرجر بالذات، في البرجر وفي السجق وفي الكفته، ثلاث حاجات انا ببعد عنهم. العروق اللي هي البسيطه دي قوي دي بتبقى مزعجه جدا مع العميل في الاكل. تمام. العميل هو بياكل. معانا محمود. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك، نورنا في بنات حواء. اتفضل. اتفضل. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا حوده؟ بخير الحمد لله. تمام. مشرفنا كده محمد، ورفع عنك الله ويعين رب محمد. ايه قول لي كستمر في دلع كرشك معاكوا في الـ في الـ في زبون في دلع كرشك. زبون. انت زبون بوتشر زبائن المحل. طبعا. اهلا بيك. قول لنا رايك بقى في دلع كرشك بقى. بوتشر بيدلعكوا؟ احنا بنجيله من بره المرجع على فكره. ايه ايه؟ بيجي من بره المرجع وقعش في العبور. بنجيله من بره المرجع. ما شاء الله. بوتشر بقى بيدلعكوا بقى. انا شايفه يعني بصراحه قبل الهوا احنا شايفين كان اخر دلع صراحه. بيشتغل بال والله يا فندم انا مش عاوز اقول لك هو بيعمل معانا ايه يعني. لا اخويا محمود ربيع كبير يعني اللي انا بتشرف بيه في اي مكان. بتضرب ايه عند بوتشر؟ ايه؟ بيضرب سمين. بتضرب ايه؟ كل من سمين ده. بيضرب سمين. وبتاكل ايه تاني؟ هو السمين بس يا فندم. سمين، لحمه راس، شوف الكوارع. هو مش عايز يبلغ عشان الجماعه في البيت عنده هيعملوا مشاكل كده. ده بيجي يضرب حاجات غريبه. اصبر عليا طيب محمد، انا في الشغل. طيب اصبر عليا. طيب على الهوا اهو كل حاجه. اصبر عليا يا محمد حبيبي. نورتنا. ربنا يوفقك يا رب محمد، ولذيذ الاحسن ان شاء الله. محمد ربنا يبارك لك يا محمود. تسلم يا باشا. تسلم. شكرا على اتصالك. شكرا جدا على اتصالك. شايف عليك البرجر اللي انت ايه. مفيش كشاشات، مفيش الكلام ده. فعلا. حتى لو كش حاجه بسيطه خالص، الكشه دي بتبقى معانا في اللحم جوه. مش اللي هو بينزل في الصينيه بس. الجديد يا محمد ان انا ايه. قلبي يا باشا. ايوه بقى، هتدلعكوا رشكوا كلكم النهارده. جايبين بوتشر يدلع كرشكوا. حاجه جديده جدا في الكفته برضه. يلا. ناس كتير هتحبها. طبعا انا هعمل الكفته. اقول لك الاول على مكونات البرجر. البرجر كيلو لحمه 900 جرام صافي، 100 جرام بوش. استنى قبل معانا اتصال تاني. مدام ايه؟ مدام ندى اتفضلي. ايوه يا ندى اتفضلي. ايوه حضرتك حبيبتي اتفضلي. لو سمحت عايزه حضرتك تقولي لي عن طريقه كفته الحياتي. تمام. كفته الحياتي احنا هنعملها دلوقتي بعد البرجر. هنعملها ان شاء الله. عايزه سؤال تاني؟ لا متشكره، على فكره بحب حضرتك جدا. حبيبتي ربنا يخليكي. شكرا على السؤال. حبيبتي شكرا ليكي جدا. ماشي حبيبتي. بشكرك جدا ويسعدني طبعا متابعتك ليا. يلا قول بقى. البرجر كيلو لحمه صافي. ايوه. احمر معاه 100 جرام بوش مش ده. تمام. مع 100 جرام فول صويا برضك بيديله تيست عالي بيخليه يحتفظ بال فول الصويا. صحي جدا على فكره. معلش بوتشر قول لي فول الصويا ده عشان في ناس كتير ما بتعرفوش. انا بجيبه منين؟ من عند العطار. بيتجاب وبيتخمر ربع ساعه. يتخمر يعني ايه؟ يتخمر في ميه يعني. ربع ساعه. مش يتخمر بحاجه ثانيه. يعني لا فهمنا. عشان احنا بنوصل لست البيت كل حاجه. هو بيجيبه من عند العطار فول صويا. ال 100 جرام لو انت عايزه 100 جرام تخمري 50 جرام لانه بيزيد. بيزيد وبينفش. تمام. تعبتوا من الريحه؟ انتوا وصل لكم الريحه؟ بعد كده بنبدا نصفيه. تمام. ونشتغل بيه عادي خالص. بعمل لكم سندوتش. حابه اسيب لكم سندوتش. تمام كده. البرجر بنديله بهار بتاعه. بهار برجر متوفر عند اولاد غيطة. ده العطار. موجود فرع في المطريه وفرع من المرج.
ماشي. انا بشتغل مع الناس دي في البوار بتاعهم عليه جدا الله اكبر. تمام. بديله ملح فلفل اسمر. بس ما كترش فيه بهار وما كترش فيه تيست، دايما التيست البوار لازم يبقى قليل في المصنعات بتاعتي. طب انا بقى معلش معلش يا محمد. تمام. طب ماشي نقول اتصال وبعدين السؤال. ماشي. مين؟ معانا صبحي. اهلا وسهلا. معانا صبحي من الاسماعيليه، اتفضل. بقول لحضرتك ايه؟ انا عايز اعرف انا الكفته لما بعملها على السيخ. تمام بتفك. ايوه. بيحصل لها ايه؟ بيسيح مني، انا بحط السمين اكتر بليها تفك مني على النار. لازم نسبه الدسم تبقى مقاربه مع نسبه اللحمه، يعني كيلو لحمه ياخد ربع كيلو بوش، ما تحطش دهن. ايوه. ولازم بعد ما تتفرم تخش الثلاجه ترتاح، بعد كده تطلع تشتغلها. واوريك طريقه جميله دلوقتي وسهله خالص، بحيث ان انت لو ما بتعرفش تجيبها على السيخ تعرف تحكمها ازاي على السيخ. خليك معانا، هنعمل الكفته دلوقتي حالا. هتشوفها لايف دلوقتي. وشكرا للاسماعيليه واهل الاسماعيليه. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. الله الله على الريحه. تصدق فعلا الزبده اجمل بكتير. الزبده طبعا بتدي تيست عالي. خد معلقه زبده. وفي ناس بتحب تشتغل بالزيت الزيتون. زيت الزيتون صحي جدا على فكره. والزبده برضو خفيفه يعني، مش بس الريحه فظيعه. الريحه فظيعه يا جماعه. اظن انت قاعد الدخان كله طالع عليك. انا غطي لك يا عم. المصور اللي جنبنا ده خلاص هينزل علينا من كله. تمام كده عرفنا بهارات البرجر. تمام. زي ما قلت لحضرتك ما بحبش ارفع البهار بتاعي في اي منتج من المنتجات دي، عشان خاطر انا بحط حاجه نظيفه، مش محتاج ان انا عايز اكلي بطعم اللحمه وادي جسمك نسبه البروتين اللي هو محتاجها. تمام. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا بناكل عشان عاوزين ناكل. ناقصنا وعي غذائي كبير. الجسم ده محتاج بروتين، محتاج صوديوم، محتاج ملح، محتاج. فالواحد لو نظم اكله بالحاجات دي كلها رشه البهار الزياده دي بتبوظ البروتين بتاع اللحمه. تمام. معنا مين؟ معنا اسلام. وعليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا اسلام. منين يا اسلام؟ من المرج. من المرج، اهلا بيك. من دلع كرش. زبون في دلع كرش اكيد. تأكيد زبون بوتشر. انا عمو. عمو؟ عمي اسلام. ده الحاج اسلام من مصر. اهلا اهلا وسهلا. لا منورنا منورنا منور بنات حوا كلهم. ده اخ اللي انا بتشرف بيه طبعا. منورنا يا اسلام. حضرتك منوره وبوتشر منور. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طب قول سؤال ليه بقى، ولا اظن بوتشر مش مخليكم محتاجين حاجه. بيدلع كرش من عنده وسجق. بتدلع كرشك بايه؟ سجق. مدمن سجق. اسلام بتدلع كرشك بايه؟ انا بحب اللي باخد السجق من محمد، بحب السجق جدا بتاعه كويس. تمام. وخدت برضه هامبرجر. طيب بس اهم زبون عندي ده بياخد 4 كيلو 5 كيلو، ده اهم زبون بدلع كرش. بتدلع. بس البرجر بتدلع كرش. عايز اقول لكم على حاجه، البرجر بالمونزاريلا ده ما نزلش دلع كرش عشان انا كنت مخليه مفاجاه للبرنامج بصراحه. انا عايز اجرب بقى. هيبدا يتوفر ان شاء الله. هيبدا يتوفر عينيا الاثنين ان شاء الله. شكرا جدا ليك. شكرا للاتصال. وبطبيعتك لينا. البرجر حلو قوي، ريحته جامده جدا. لسه الفينش. الفينش الاحلى في ان شاء الله. تعمل لنا برجر تاني. الكفته بقى خلاص كده. الكفته عامل لنا اربعه. نعمل خمسه وسته. عاملين اربعه. طب خش على الكفته وبعدين نبقى. الكفته معانا زي ما قلنا كيلو لحمه. على 200 جرام بوش و100 جرام فول صويا برضه. تمام. تمام. دي القطعه اهي. ما بنعرفش نعمل احنا الحركه دي. بالايد بميه. ما انا هوريك دلوقتي عشان ما تعرفش تعملي كده. ميه مش ميه بصل. ميه او ميه بصل او تتبيله. انا حاطط هنا حاطط في التتبيله بتاعتي كل حاجه، تفل البصل والتوابل والفلفل الاسمر والملح وكله. فمش محتاج ان انا اعمل تتبيله خارجيه. ممكن اجيب لحمه سك واعمل تتبيله خارجيه، احط ايدي فيها واصبع. قول لنا مكونات الكفته عشان المتصلين اللي قالوا عليها. الكفته عليك. الكفته كيلو لحمه. تمام. طب استنى قبل المكونات بقى. ام مكه. ام مكه من القاهره. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي نورانا. منورين الشاشه والشيف منور. ربنا يخليكي. الله يخليكي. بعد اذن حضرتك بس ممكن تكملي لنا تاني مكونات البرجر ومكونات السجق. حاضر. عينيا عينيا. والله يعني انا من المنظر كده انا عايزه اكل معاكم.
حبيبتي تتفضلي اتفضلي نجيبها لك لغايه عندك. الله يخليك لغايه عندك. احلى اوردر لام ملكه. تنورينا يا فندم تنورينا. بس هو ده سؤالك؟ ايه؟ سؤالك بس؟ عايز تسالي على حاجه تاني؟ اه لا طبعا هو يقول لنا لو سمحت بس اكتبوا لنا المقادير علشان احنا بنحب الحاجات دي قوي. حاضر حاضر. تقدر حضرتك تتابعينا على الصفحه بتاعتنا لالا عكرشك او الفيسبوك بيتشر الجزار، هي معروضه على الشاشه لحضرتك دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله. تحت امرك يا فندم. تحت امرك. متشكرين لك. تحت امرك وشكرا جدا لمتابعتك. الله يخليك. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. ايه ده ايه ده؟ ايه الاشكال الحلوه دي؟ قبل ما خطفتنا. اوريك واحد تاني. لا لا تمام. ده سيخ الكفته. لا طب وريهم كده تاني معلش. وريهم الشكل اللي انا شايفاه الجميل ده. ده سيخ الكفته. بصوا ايه ده يا جماعه بيطلع معانا كده. انت بتدلع كرشنا دلع اخر دلع. ست البيت بقى اللي مش هتعرف تطلعه كده جايب لها طريقه معايا سهله جدا. دلوقتي انا بس كده اي حاجه سنه زيت او سنه ميه. تمام. ايوه عشان اتخين انا اللي هاكل كل الاكل ده. انتوا فاكرين انتوا اللي هتاكلوا. تمام. ادي كده الكفته اهي. نقفل الكيس كده عليها. انا جايه اكل. بنبدا نضغط كده. بس ضغطة خفيفة كده هنا من هنا تلقى معانا صباع كفتة ستاندر. واو ده صباع كفتة. بنعلمك الحاج بتاع اسماعيلية الكفتة بتفك منه لو عملتها كده عمرها ما هتفك. بص اخواتنا في اسماعيلية هو كان بيسأل على الكفتة بيكون عامل على السيخ. السيخ ده لو قعدته كده ساعة مش هيقع برضه. يعني مش ممكن مش عاملها كده. لا ممكن اعملها زي ما بتقول. تعمل كده وتشتغل عادي وتحط في الصينية. ممكن يعملها كده ويقوم جايب حركه كده كويسه يقوم حاطط في قلبها السيخ. بقى الموضوع اسهل بالنسبه له عشان مش هيعرف يفردها. بص برضه ما شاء الله. ايه شايف ازاي؟ معانا ممكن من الاسماعيليه بقى المره دي. برضه؟ اهل اسماعيليه وجمال الاسماعيليه وسحر الاسماعيليه. اهلا بيكي. مساء الخير. مساء الفل عليكي. وطي التلفزيون شوية أم مكة. وطي التلفزيون شوية أم مكة واسمعينا من التليفون. بقول لك عايزة طريقة عسل التحينة عشان عندي عزومة. عسل التحينة؟ عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ التحينة. عايزة إيه؟ طريقة عمل الطحينة. طريقة عمل الطحينة؟ آه. عينيا. طريقة عمل الطحينة. سهلة جدا سهلة جدا. عايزة التحينة. عايزة تسألي على أي حاجة من مصنعات اللحوم يا أم مكة؟ ام مكة شكرا ليك يا ام مكة. قول لها بقى الطحينه بسرعه البتاع دي خلاص يا محمد. هنحط في ال ما شاء الله في الطبق بتاعنا هنا. هنحط في البتاع على طول كايزر. تمام. بس كايزر عاوز يتفنش بس. جايب لنا كايزر وجايب لنا. واحنا هنعمل الحاجه بقى نعملها كامله وصح يا ما نعملهاش زي ما اتعودنا مع دلع كرش. ماشي سيب الدلع علينا. ايوه انا اللي هاكل بس محدش هياكل غيري. انا بحب اطلع بالمطبخ عشان اكل صراحه. يلا لحسن اتحرق خلاص. حلوه قوي. الله عليك. رجعت السجق بقى مكانه الناحيه الثانيه. نعم رجعت السجق على النار اللي عليها كده. ايوه كده السجق هناك. اعدله ازاي كده؟ بعد كده فوق هنا اربع قطع اهو. ننزل بالكاتشب بتاعنا. مايونيز برضو تستحق. كاتشب ومايونيز. تمام. واللي محدش بيقدر يستغنى عنها كابوتشا. معناها تسال؟ علياء. الو الو ازيك يا استاذه هبه. اهلا بيكي. ازي حضرتك. اهلا بيكي علياء اتفضلي. ايه انا كنت عايزه اسلم على الشيف بوتشر. اهلا بيكي بوتشر معاكي. دي اختي. تسلم كلها اختك. كنت عايزه اقول لهم الكريب بتاعه تحفه جدا والله. يعني احنا كنا عايشين عليه اصلا. عايشين عليه عايشين على الكريب بس. انت بتاكل لهمش حاجه غير الكريب. منورانا يا علياء. ربنا يكرمك يا رب. هو يعني كل حاجه عنده طبعا حلوه جدا بس هو الكريب بصراحه كان جميل. يعني هو ما احنا شايفين بصراحه بصراحه كل حاجه فعلا. انت عندك حق هي شهادتها مش مجروحه خالص. احنا شايفين
شايفين الكلام عشان هي اختي هيقولوا ان هي بتجاملني. اه لا 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 لا, لا 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 مفيش مجامله خالص، ده ما شاء الله الله اكبر يعني. احنا وعامل لنا حاجات جديده النهارده. اختي خالص. بصي ربنا يخليكم لبعض. نفسيها ممكن تاكلها. بصي يا جماعه البرجر طالع منه انا اوريهم دلوقتي حالا قلب البرجر. بصوا الموتزاريلا طالعه من البتاع. شكرا ليكي علياء نورتينا. بصي ده الشكل بتاعه. بصوا بقى البرجر وهو طالع. طبعا مش قادر ادوق احد كده، مش قادر ادوق حد من اللي بيتفرجوا يعني. انا هاكل دلوقتي يا بوتشر، انا ماليش دعوه، انا عايز اتفقنا احنا نخلص الحلقه هياكلوه مني. ده كده البرجر بتاعنا هو خلص. الله تمام. ده الشكل الخارجي. طب قول لنا نحطه فين؟ ممكن شوف زي ما هو. طيب ماشي اكمل مع الكفته. في حاجه انت مش واخده بالك منها؟ هنحط الكفته دي على النار. الكفته بالذات اه هنحطها على النار بس تخلص على طول. نرجع تاني للكفته. الكفته بالذات اه رجعنا للكفته تاني. تاني شغال فيها بالشمال. دي موهبه ربنا اللي اعطاها لي، ما عنديش حد تاني. اه طب قول لي نحط الكفته فين؟ الكفته نحطها في الصينيه بتاعتها هنا. الصينيه؟ ده خلاص كده. ده خلاص. السجق خلاص؟ اه تمام دن. اه هات فينا الكفته عشان خلاص حلقتنا قربت تخلص. يا جماعه حلقتنا على طول كده. والله مش عارفه بنات حواء على طول بيخلص بسرعه ليه؟ الناس بتشتكي. يا رب بس الناس تكون استفادت معانا باللي احنا قلناه وعجبهم الحلقه. معانا برضه هنحط زبده برضه. زبده برضه؟ زبده برضه. طب اهي. ماشي حاضر ثانيه واحده. يلا معانا ايه؟ حاضر هديك سندوتش. حاضر معانا ايه؟ اهلا وسهلا منورانا. عامله ايه وحشاني والله حبيبتي. ربنا يخليكي ربنا يحفظك. تسلم ايدك يا شفا على اللي انت بتعمله. وطلنا بس التلفزيون كده شويه واسمعينا من التليفون. يا رب يكون عاجبكم بس الشغل. يا رب النهارده نكون قدمنا لكم حاجات كويسه وفادتكم بجد. والله تسلم ايدي يا رب. ربنا يبارك. حضرتك عايز اسال بس سؤال. اه كفته الرز كيلو عليه قد ايه لحمه؟ عليه كيلو لحمه. كيلو الرز؟ اه عليه كيلو لحمه؟ اه لو كيلو لحمه؟ اه لو كترنا في الرز وقللنا اللحمه بيدينا تيست اعلى. وساعدنا ان هي ما تفكش اكتر. طب وبنحط بصل وخضره. بصلايه وخضره وفصين توم. شكرا جدا ليكي. بصلايه على الكيلو. كفته الرز في ناس كتير قوي بتسرح فيها خلي بالك. اه الموضوع بتاعها بيستصعبوه مع انه مش صعب بس انت لازم تخمري الرز. هات بقى نحطه بسرعه كده. يلا احنا عايزين نسندوش سندوتش اللوبي. ماشي سندوتش اللوبي هنطلعه حالا دلوقتي. احسن. بس انا عايزه سجق جامد قوي يا بوتشر صراحه. انا عايزه واحده. هي الناس لو معانا طبعا كان شموا الريحه. الريحه جامده قوي يا جماعه. ريحه جميله جدا ما شاء الله الله اكبر. عامل حساب انا على الموضوع ده. ايه عايز ايه؟ ثواني يا جماعه ما تعملش حاجه. هنحطه في السندوتشات على طول؟ لا اقول لك على حاجه. ولا ايه؟ على حاجه قبل السندوتشات. خد دي اجمل. ماشي عشان يبقى في مصداقيه في الموضوع بس مع الناس. اه. ايوه انا هاكل. طبعا دي مدام هيبه معانا ايه؟ ايوه. من السجق. مدام هيبه اهم حاجه. بتجري عاوزه تجيلك على فكره اهي. وانا شوف شغلي بقى. شوف شغلي عامل ايه. ما قلتوش على فكره انا اللي مسويه. معانا اتصال. اهلا وسهلا. الو الو اهلا بيكي. اهلا فيكي. اهلا بيكي اتفضلي اسمك ايه؟ انا اسمي لارا. لارا اهلا وسهلا. مين يا ندى؟ لارا اسمي. لارا؟ لارا ولا ندى؟ اه لارا. منين يا لارا؟ نعم. انت منين؟ من وين؟ من وين؟ من مصر. لا 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 من مصر؟ مو من مصر انت. اه مصر بس الزيت جاي لهون. هلا؟ قولي لنا سؤالك. انا والله كان نفسي اعرف طريقة التشيكن بيتزا. اه انت طريقتك مش مصرية يا لارا. مش مصرية بالمرة. مفيش مشكلة حضرتك تابعينا على الصفحة وابعتي لنا رسالة على الواتساب ونقول لحضرتك على انت عاوزاها عشان خاطر وقت الحلقة. ماشي شكرا ليك يا رارا. تشيكن برجر. شكرا ليك يا حبيبتي. عايزة برجر فراخ؟ البتاع ده سهل جدا. بتجيبي صدور فراخ سلة مية. ماشي قول يلا بس خلاص.
السؤال، جاوبنا على السؤال يا محمد. صدور فراخ، بنجيب صدور فراخ، بنجيب جزرايه، بنجيب فلفل الوان اصفر وبرتقاني، وبيتفرموا مع بعض ناعم جدا، بياخدوا ملح، بياخدوا فلفل اسمر. كفايه كفته وحط لنا ده في السندوتشات. بياخدوا ملح، بياخدوا فلفل اسمر، بياخد حاجه اسمها زعتر عرايشي. كفايه عشان وقتنا خلاص قرب يخلص. تمام، هتقول لي زعتر عرايشي ليه؟ اقول لك زعتر عرايشي عشان خاطر الفراخ نفسها فيها ماده زفره. في حاجه اسمها كولينجان ده برضو بس مش ناس كتير تعرفه. تمام. بيشد الزفره جدا من الفراخ. تمام. تمام. عايز برضو يلا اعمل لنا بقى سندوتشات. عايز احيي ناس، الناس دي ليهم فضل عليا. تمام، هم وقفوا جنبي عشان خاطر اوصل هنا. الناس دي بره مصر طبعا اشتغلت معاهم. في معانا استاذ جلال درديري، استاذ علي موسى، استاذ محمد اسماعيل. انا بحييك والله، بحييك والله يا محمد ان انت بتشكر ناس وقفوا جنبك. الحلاق اخويا الصغير اللي حالق لي ده ليه فضل عليا. حلاق كمان؟ ان هو يقعد لي 3 بالليل مثلا مستنيني. هو اسمه محمود الربع على فكره يا جماعه في المرج. طبعا الكفته يا جماعه انتوا شفتوا طريقتها ازاي؟ و يعني هتعمليها ازاي في بيتك؟ بس احنا طبعا حلقتنا خلصت بسرعه، وهي الكفته بصوا ولا وقعت ولا اي حاجه، هي من على النار لايف. الكفته اهي ولا وقعت ولا اي حاجه، بصوا شكلها وجمالها. طبعا حلقتنا خلصت بوتشر معلش. بس ان شاء الله هنجي لكم في حلقات ثانيه ونعمل لكم كل اللي انتم نفسكم فيه ان شاء الله. بس يا رب نكون عجبناكم وشغلنا عجبكم يا رب ان شاء الله. بشكركم جدا واشوفكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله مع حلقة جديدة وضيوف جديدة. شكرا لكم، مع السلامة.